أحاديث مكذوبة لا تصح، ومنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى عليه في يوم 1000 مرة لن يموت حتى وسير بالجنة. ومن نشر هذا الحديث فقد أحبني، ومن كتمه فقد ندم. ركز على الحديث وارسله 10 مجموعات خلال ساعة، سوف تكون لك مليون حسن إن شاء الله. نقول هذا كلام كاذب لا أصل له.